إذن مشاهدينا الكرام، تنضم إلي من الضاحية الجنوبية في بيروت مراسلتنا هبة عياد. أهلا بك يا هبة، ماذا لديك من تفاصيل حول الحادثة وأنت تقفين هناك مباشرة الآن يا هبة؟ نعم فاطمة، يعني قبل حوالي الساعة والنصف طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي استهدفت منزل القيادي صالح العزوري، ونحن هنا حيث الجيش اللبناني ينفذ طوقا أمنيا وممنوع الدخول إلا للصحفيين. أيضا يتم في هذه الأثناء إجلاء الأشلاء عن الأرض وأيضا إنقاذ كما تشاهدون في هذا المنزل بكاميرا الرابعة. يعني في هذه الأثناء يعمل الجيش اللبناني على إجلاء الجرحى، وتم نقل ثلاثة شهداء توزعوا على مستشفى الرسول الأعظم وأيضا الساحل، بعض الجرحى حالتهم مستقرة. نحن في هذه الأثناء، هذا الشارع معروف بشارع السيد هادي نصر الله، هو عادة يكتظ بالناس دائما، يعني كما تشاهدون طوقا أمنيا محكما في هذه الأثناء. الصورة واضحة جدا يا هبة، ما الأضرار إلى الآن؟ سيارات الأسعاف، الجيش اللبناني كله يقوم ب يعني التحقيقات طبعا لن تتم في هذه الأثناء، في هذه الأثناء يتم رفع الأدلة الجنائية ومن ثم تتبع العملية. فاطمة هل تسمعينني؟ الجو ماطر جدا في هذه الأثناء فاطمة، وهناك صعوبة طبعا في التصوير لأن الجيش اللبناني يعني لا نستطيع أن نتحرك بأريحية، هو يضرب طوقا أمنيا. أود أن أشير أن المسيرة يعني أطلقت صاروخين، هناك معلومات بأنها أطلقت ثلاثة، ولكن بطبيعة هذه المسيرة وطبيعة هذا الحدث الأمني وبحسب الخبراء أن المسيرة لا تستطيع ضرب ثلاثة صواريخ. كان هناك ربما يحكى أن لقاء مرتقب ما بين القيادي صالح العزوري والسيد حسن نصر الله، طبعا هو كان اعتقل في السجون الإسرائيلية لعدة مرات ومن ثم استبعد إلى خارج الأراضي الفلسطينية، كان قد قضى ثلاث سنوات في سوريا ومن بعدها أتى إلى لبنان واستقر هنا. إذن في هذا المنزل حيث نشاهد في كاميرا الرابعة، هذا المنزل في الطابق الثاني حيث تم استهدافه، هنا كان يقيم القيادي صالح العزوري. إذن هذا الحدث الأمني الأول من نوعه منذ بدء عملية طوفان الأقصى. طبعا لا ننسى أن السيد حسن نصر الله أيضا، السيد حسن نصر الله كان حذر من أي اغتيال على الأراضي اللبنانية، سيكون له رد فعل قوي ولا يمكن السكوت عنه أو تحمله. يعني هذا كان تحدث بهذا المجال السيد حسن مسبقا، وهذا الحدث الأمني قد لا يمر مرور الكرام، أي اغتيال على الأراضي اللبنانية لن يمر من دون ردة فعل بحسب السيد حسن نصر الله في عدة تصريحات سابقة له. إذن أربعة شهداء بمستشفى الرسول وشهيد بالساحل. إذن المنطقة في هذه الأثناء مفتوحة فقط للإعلاميين. هذا الحدث ربما يدل إلى أن هناك ربما خلايا نائمة، قد يعني هذه العملية الاستخباراتية أدت إلى هذا الاستهداف، وربما نشهد المزيد من التفتيش والحواجز إلى الضاحية الجنوبية بعد هذا الاستهداف، وقد تغلق هذه المنطقة من أجل استكمال التحقيقات واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة من قبل العناصر الأمنية. و إذن إذا سمحت، في هذه الأثناء يتم رفع الأشلاء كما تشاهدون عن الأرض.
كما تشاهدون في كاميرا الرابعة يتم رفع الأشلاء من قبل. نعم، شكرا لك يا هبة على كل هذه الإيضاحات والتفصيلات. وأنت تقفين في مكان الحادث، مراسلة الرابعة كنت معي من الضاحية الجنوبية في بيروت هبة عياد.